ازيكم اصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تفريخ او انتاج ببغاء الجرينش الكونيور. بس قبل ما ابدا اسمحوا لي اتقدم بالتحيه لكل هواة ومحبي طيور الزينه بالوطن العربي، وتحيه خاصه للعراق الحبيب والمملكه العربيه السعوديه والجزائر. يلا بينا نبدا. بسم الله. طبعا تفريخ الجرينش الكونيور، اول حاجه بنختار اللون اللي احنا عايزينه. الجرينشك معروف بالوانه، وما شاء الله في نسبه الوان كبيره، نسبه طفرات كتيره. اول حاجه بنختار اللون اللي احنا بنحبه ونفضله، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت يا اما تجيب زغليل اول يعني عمر 3-4 شهور، او ان انت تجيب شبابات، او ان انت تجيب اول شغل، او ان انت تجيب شغال. دي الاختيارات اللي انت لما تجيب. بعد اختيار اللون قدامك بقى، يا اما تجيب زغليل، يا اما تجيب شغال، يا اما تجيب اول شغل، يا اما تجيب شبابات. 4 اختيارات. طيب تعال ناخدهم واحده واحده، مميزات كل واحد وعيب كل واحد فيهم. اول حاجة لما تيجي تشتري الزغاليل، وانا بفضل بصراحة ان يعني دي نصيحة ليكم ولكل حبايبنا، ان احنا نبتدي بالزغاليل لكذا سبب. اول حاجة ان الزغاليل لما تيجي تغذيها كويس هتشتغل معك بسرعة اكتر من ان انت تجيب جوز مثلا اول شغل عمر سنة. الجوز ده ممكن ميبقاش مثلا مولف على تغذية معينة، ما بقاش مولف على البيض، ما بقاش مولف على الخضار، ما بقاش مولف على المستنبت، ما بقاش مولف على المنوع. طبعا هالاكل ده كله التنويع الغذائي، انه كل ما الببغاء معاك بتنوع الغذاء بتاعه، كل ما الببغاء افضل معاك. يعني افضل، حد يقول لي افضل ازاي؟ افضل ان هو الجرين المفروض يشتغل على عمر سنة ونص، لكن لو جبت زغليل وبتغذية كويسة انت هتأسسها بيها، هتولفها طبعا على البيض بالبقسماط، هتولفها على المستنبت، هتولفها على الخضار والفاكهة. هيطلع الجوز لما يوصل سنة 9 شهور هتلاقيه ينتج معاك بكل سهولة. يعني انا عندي اجواز على عمر 9 شهور ما شاء الله انتجت يعني، وفي ناس اصدقاء ليا على عمر 8 شهور وانتجوا ما شاء الله يعني، ربنا يبارك للجميع. وفي ملحوظة ان هو يعني مش اي جوز نجيبه على عمر 9 شهور وتبقى جايب جوز من بره وتشغله، ان هو ممكن هتعمل معاك مشاكل. عشان كده في ناس كتير بتفضل ان الجوز يشتغل على عمر سنة ونص، يكون كبر ونضج كويس ما بتحصلش مشاكل. لما تيجي تشغل العصفور او الببغاء في عمر اقل من عمره بيعمل معاك مشاكل. احتباس في البيض بالنسبه للنتاية، عدد البيض بيبقى قليل، عدد حجم البيض بيبقى اصغر من الطبيعي. بالنسبه للذكر طبعا لو شغلته بدري احتمال كبير ما بيجيبش معاك كسر كويس، ما يجيبش البيض كله، بيض 5 ممكن يجيب 3، يجيب 2، او ما يجيبش خالص كسر. عشان كده الناس بتفضل ان هو بعد سنة ونص يبتدي يشغل. تاني حاجة، ممكن لو مستعجل شوية تشتري شبابات. طبعا سواء كنت تشتري الزغليل او تشتري شبابات او اول شغل او شغال، حتى لازم تشتريه بالتحاليل، شهادة التحليل، ان الذكر والانثى في الجرين مش بيبان، ملهوش مواصفات معينة او ملهوش تغريد معين زي الكناري او زي الكوكتيل او زي باقي الطيور، لكن بتعمل تحليل دي ان ايه او بتشتريه بالتحليل الدي ان ايه عشان تفرق ان ده ذكر وده انتهي، فنفرق بالتحليل. طيب ممكن نشتري مثلا جوز اول شغل، اول شغل على عمر سنة، حلو خالص، برضو هنجيب الجوز
وهنولد التغذية بتاعته اللي احنا بتاعتنا احنا يعني اللي احنا هنغذيها للطير. ولازم جدا التغذية دي بركز عليها ان ليها اهمية كبيرة جدا على صحة الطيور وعلى عدد الانتاج، وليها اهمية برضو ان انت تحافظ على الفراخ بتطلع بصحة جيدة. التغذية دي مهمة جدا 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 يعني لأبعد الحدود. وبلاقي كتير ناس على الجروبات على واتس على فيس سوري بتشتكي من موضوع انك انا جبت جوز مش راضي ياكل بيض، جبت جوز مش راضي ياكل مستنبت، جبت جوز كده يعني، فبلت مش راضي ياكل بلت، مش راضي ياكل منقوع. فالحاجات دي كلها تتلاشاها انت من الاول وتبتدي تجيب جوز زغليل بقى تولفه عليك بطريقة او اخرى او اول شغلة برضو زي ما قلت. لكن الشغال ده ما انصحكش بيه يعني الصراحة، بيبقى معظمه مش كويس، معظمه بيبقى معيوب او في عيب معين او صاحبه باعه عشان خاطر في مشكلة معينة بيعملها مع الفراخ، في تحضين البيض، في عدم اكل حاجة معينة، فصاحبه زهق منه فعايز يبيعه. في ناس بتبيع شغال كويس يعني، بس يعني الا من رحم ربي، مفيش حد هيقدر يقول لك ان الجوز ده عيبه 1 2 3، لا بيقول لك ده الجوز ده شغال وعشرة العشرة وي وي ويقول لك في قصات شعر. والاخر خالص تكتشف ان الجوز ده هو ما بيحضنش بيض كويس، او ما بياكلش زغليله كويس، او انتاجه مش كويس، او ما بيجيبش كاس، او مش بينتج اساسا. يعني مشاكل ان انت تجيب جوز شغال هتعرض نفسك لممكن لكذا حاجة يعني انت في غنى عنيها، ومن ضمنهم ان انت هتكره اساسا تربي طيور وتربي ببغاوات، تقول لا خلاص ضحك عليا ومش هربي حاجة تاني. طيب نيجي للقفص بتاع الانتاج بتاعه. القفص هو قفص كوكتيل عادي جدا، مفيش فيه اي، طبعا كل ما كبر كل ما بقى افضل، برضو العش بتاعه عش كوكتيل. بالنسبة للانارة بتاعته بتبقى انارة متوسطة، الضوء بتاعها متوسط مش عالي جدا ولا منخفض جدا، وساعات الانارة من 14 ل 16 ساعة ده نور، وباقي ال 24 ساعة من غير نور. نيجي للتغذية. التغذية من أهم الحاجات اللي نهتم بيها جدا جدا جدا. كل ما كان تغذية الببغاء متنوعة أكتر، كل ما كان صحة الببغاء أفضل. طبعا اتبهدلت يا جدعان والموضوع بص يعني خالص الجديدة، ما علينا كله في سبيل الهواية والهواء. نرجع مرجوعنا تاني للتغذية. التغذية عبارة عن حبوب جافة ومستنبت ومنجوع والخضر طبعا والفاكهة والبلت والبيض المسلوب بالبقسماط. طيب الحبوب الجافة دي عبارة عن ايه؟ فلارس اللي هي حشيشة الكناريا، لب وشوفان وسمسم ابيض وقرطم وزبيب وكتان، طبعا ممكن ندخل لوز وبندق وعين جمل، بذر فجل، عادي كلها بذور جافة. طيب المستنبت عبارة عن ايه؟ عن شعير وقمح وحلب حصى وفريك وعدس اسود وزرع ويجة او غلة حمام، في ناس بتقول عليها زرع ويجة وفي ناس بتقول عليها غلة حمام. والمنجوع عبارة عن ترمس وحمص وفول وفاصوليا ولوبيا وذرة الشار، طبعا بقوليات يعني. بعد كده عندك البيض بالبقسماط، في ناس بتقدم بيض بالبقسماط سادة، بس انا في الحقيقة انا بحط مع البقسماط مكسرات مطحونة اللي هو اللوز البندق وعين الجمل، بطحنهم كلهم بحطهم مع البقسماط، بحط معهم برضو جنزبيل وكركم وبذور شيا، وبحط كمان طرح نخل ممتاز جدا، وبحط كمان دود مجفف في الخلطة بطحنه برضو مع المكسرات ومع البقسماط والجنزبيل والحاجات اللي انا قلتها دي كلها،
بضيف عليهم دود مجفف وبطحن برضو بلت في الخلطة بتاعت البقسماط. انا برضو مش بحط اللوز البندق عن الجمل الصحيح مع الحبوب الجافة، لا انا بطحنه برضو لوحديه بعيد عن الخلطة بتاعت البيض بالبقسماط، او بعيد عن خلطة البقسماط بطحن لوز وعين جمل مع بعض وبخليهم وبديله كل جوز بديله معلقة صغيرة في الأسبوع، طبعا بجانب الحبوب الجافة، ويوم مستنبت ويوم منقوع ويوم خضار وفاكهة ويوم بلت، بتنوع له وتجدد له بكل يوم والتاني حاجة جديدة. هتلاقي الببغاء يشتغل معك أسرع، هتلاقي الببغاء ما شاء الله صحته بقى كويسة خالص. برضو بنوه على يوم في الأسبوع لازم خلي تفاح، طبعا كلنا عارفينه فوائد خلي التفاح ممتازة جدا. أنا بحط لهم يوم في الأسبوع بحط لهم مسقاية مفتوحة طبق فخار كده بملاه مية بخلي التفاح، وبخلي كل جواز يعني في جواز تنزل تستحمى في المية دي بالخل، وفي جواز بتشرب وتنزل تستحمى يوم بس واحد في الأسبوع لتجديد نشاط الطيور عندك ورفع المناعة، هتلاقيهم ما شاء الله يعني عليهم بإذن الله. طبعا بعتذر على صوت الضرة وصوت الفراخ بتاعت الكونيور، بس أنا عامل الحلقة دي في الغرفة بتاعت الطيور بتاعتي، فعشان كده تسمعوا من حين لآخر صوت الضرة وصوت الجرينات الصغيرة. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة والفيديو بتاع تفريخ الجرين، وإن شاء الله أكون أفدتكم، ولو في أي حد عنده استفسار أو حاجة تحت أمرك في أي حاجة علق باللي أنت عايزه وأنا إن شاء الله هرد عليه في أقرب وقت. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب اللي مش مشترك في القناة، طبعا يسعدنا ويشرفنا إن هو يشترك معانا، وإن شاء الله منتظر تعليقاتكم على الفيديو ده ونشوف هل في حد عنده استفسار في حاجة معينة وأنا إن شاء الله أرد عليه في أقرب وقت. شكرا جزيلا، كان معكم عبد الحميد عمرو حكاوي هاوي، إلى اللقاء، تقبلوا تحياتي.